كلنا في حياتنا ناس، وساعات بنبقى احنا نفسنا لو حد قال لنا تعالوا نجرب حاجة جديدة، تعالوا نعمل مش عارف نغير الريتم بتاع حياتنا، تعالوا نخرج ده، لا ما اقدرش مستحيل، لا ده انا اموت لو اتحركت، حاجات اللي كده. تعال شوف الحكاية دي سوا معاكم عمرو البندالي، وهنتكلم النهارده عن منطقة الراحة الكومفورت زون. كلنا عندنا منطقة الراحة الخاصة بينا، دي حاجة طبيعية جدا، سواء مسمينها ايه مسمينها هي اسمها الكومفورت زون، هي حاجة طبيعية وما هيش مشكلة. الفكر السائد في الموضوع ده الكتب والمقالات والحاجات دي يقول لك اكسر منطقة الراحة، اخرج بره منطقة الراحة، لحد ما لقيت مقالة بتبص للموضوع بتعالجه بطريقة مختلفة تماما. يعني يقول لك لا، منطقة الراحة دي مهمة، لا تكسرها ولا تخرج منها، ولكن حاول انك تمددها توسعها، كل ما كانت اوسع كل ما براعتك هتبان اكتر ومهاراتك هتبان اكتر. تعالوا نبص في التفاصيل شوية. منطقة الراحة ده المكان الامن ايا كانت معاييرك، ده مكان امان، ودي المنطقة اللي ما تحبش تفكر حتى انك تغير اي حاجة فيها، هي مظبوطة كده. الحياة المعتادة المتوقعة ما بتصيرش اي ارهاق ذهني او عاطفي، مفيش ضغوط. فكرة زي فكرة اللوحة بتاعت النشان، النقطة الصغيرة اللي في النص هي دي منطقة الراحة. الدائرة المحيطة الاكبر شوية هي منطقة التمدد، الدائرة اللي بعديها هي دائرة الخطر، مخاطرات، في مخاطر. اي شيء اكبر من كده هي منطقة الموت، لا حموت لو عملت، لو نزلت البحر حموت، لو نطيت بالباراشوت، الحاجات اللي هي بنقول عليها ان احنا هنموت. طبيعي جدا ان كل نقلة من دايرة للثانية بيبقى لازم في شيء من الخوف، ده الوضع الطبيعي، وكمان بتفرق في طريقة تفكيرك وتقديرك لنفسك. نتكلم على منطقة التمدد، منطقة الأكبر شوية، هي منطقة انا كان لازم اعمل مش عارف ايه بس ما عملتش، أنا أقدر أعمل بس ما عملتش، أيا كان هي حاجة كانت قريبة بس لسبب ما، حجة ما، ما عملناش. إذا ما كنتش كسول أو خايف أو مضلل، هي دي أكثر منطقة تقدر تزق نفسك فيها وتقدر تعمل فيها إنجازات وحاجات أكثر من اللي أنت متعود تعمل. المنطقة دي بتبقى بنقول دايما فيها أنا أقدر أعمل كذا، أنا عارف إن أنا أقدر، ولكن الإحساس بالخوف هو اللي بيوقفنا، لأن إحنا ما بنبقاش عارفين هنعمل إيه في المنطقة اللي إحنا مش مرتاحين فيها. المقالة بتنصح إن في منطقة التمدد تركز تفكيرك ومجهودك إنك تحدد إيه المنطقة اللي إنت محتاج تعمل فيها تغيير، في الشغل بتاعك، في الحياة العاطفية، في المكان اللي إنت عايش فيه أيا كان، وركز في إنك ثلاث خطوات اللي انت محتاج انك تعمل تقدم ايجابي فيهم اعملهم النهارده، انت عارف انك تقدر تعملها. المنطقه بعد كده شويه اللي هي المخاطره، منطقه المخاطره دي بتحتاج زقه كده عشان نخلي اي حاجه ممكن تحصل، حاجه غالبا ما كنتش تتخيل انك تقدر تعملها. ناخد امثله كده، انك تبطل السكريات والحلويات لمده شهر، الكحول، اللحوم، الجيلوتين، القهوه، المسلسلات في التلفزيون، التدخين لمده شهر مش اكثر. يعني بنحس ان لا ازاي الدنيا، بس هي الحقيقه ان ملوش حاجه هتحصل، والناس كلها ممكن تعمل كده بمنتهى البساطه، محتاجه بس شويه شجاعه وشويه اراده وهتلاقي الدنيا كلها بتتحصل وكل حاجه بتحصل ومش بشكل خالص. المهم في الاخر لو في مخاطره اعملها، مفيش حاجه هتحصل، هتعرف بس انك تقدر تعملها ولا لا مش اكتر. المنطقة بقى الواسعة جدا الكبيرة جدا اللي هي منطقة الموت، دي اللي هي الافكار العميقة اللي جوه الواحد مفيش حد يعرف عنها حاجة، زي انك تقف تتكلم قدام مؤتمر او تنط بالباراشوت او التفاوض على المرتب مثلا، هتكون حاجة مدهشة جدا انك تكتشف انك تقدر تعمل الكلام. الدراسة في سن كبيرة بعد ما شربتوا كتاب، انك تسافر بلاد تانية ما بيكلموش فيها اللغات اللي انت بتتكلمها، اي حاجة من الحاجات دي محتاجة خطوات عشان تقدر تنفذها، ما تتعملش مرة واحدة، لازم مع
واحدة واحدة كده، تحضير كويس. افتكر دايما ان اختيار الموت عبارة عن مشاعر او طريقة تفكير. التعامل مع منطقة الخطر او الموت بيمدد منطقة الراحة، بيوسعها، بيخلي منطقة الراحة بتاعتنا عمال نعمل حاجات اكثر واحنا لسه في الراحة بتاعتنا. الفكرة مش ان انا هبقى بكرة الصبح جامد في كل حاجة، لا. الفكرة ان انا مش خايف ان انا اجرب. شكرا لوقت حضرتك.